مع الأبرار. يا ربي سألناك ونحن نطوف حول بيتك العظيم أن ترد منتخبنا إلى بلده رافع الرأس بكأس العالم إن شاء الله. اللهم احفظنا واحفظ شعبنا واحفظ أمننا واحفظ ملكنا واحفظ أمتنا واجمع شتات المسلمين يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. يا ربي تقبل منا صالح الأعمال واجعلها خالصة لوجهك الكريم. عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.